الزراعة أول حاجة، ثم برشا أنواع كما تعرف، ثم برشا ألوان. دونك نحكيو على الألوان، نحكيو على الكولور دو لاشير. دونك ثم الأصفر، ثم الغوز، ثم الأحمر. هما في كل الحالات مهما كان اللون نتاعو هو عندهم خصائص وعناصر غذائية مشتركة الكل. دونك غنية بالماء، غنية بالألياف، فيها نسبة نتاع سكريات باهية وأحسن من القوارص الأخرين، يعني نجم نقولوا خير من البرتقال وخير من المدنينة. الكونتيتي نتاع السكريات والسعرات الحرارية تقريبا فيها نفس النسبة نتاع الفيتامين سي نتاع القوارص الأخرين، وفيها كذلك أملاح معدنية أخرين، بوتاسيوم والنحاس. لكن ثم خصائص أخرين اللي هي متميزة بها بارابور على القوارص الأخرين، اللي فيها أكثر بيجمون، معناها اللي هما البيتا كاروتين والليكوبين، اللي هما خاصة موجودين في البامبلوموس الأحمر، الزنبيع الأحمر الغامق، واللي بيجمون هذوما مركبات مسؤولة على اللون نتاع الزنبيع، هما في نفس الوقت مضادات أكسدة. وبيتا كاروتين هو كذلك هو البريكورسور، يعني هو يحول الدم فيتامين ا. دونك قد ما يكون الزنبيع غامق، قد ما يكون في اكثر فيتامين ا، وقد ما يكون في مضادات اكسده اللي هي متميزه والدور نتاعها هايل وممتاز جدا، راهو للقلب، للشرايين، معناها يتنقص في ضغط الدم وتنظم حتى تهبط مستوى الدم كريمو، تحمي جدار الاوعيه، تحمي من الجلطات، غنيه المضادات الاكسده. فما مضادات اكسده قويه برشا كيما الليكوبين مثلا، الدور نتاعها حاسة كونفير. ما ننساوش اللي فيها فيتامين سي كيما القوارص الاخرين، دونك تحمي معناها البدن من البكتيريا، الخلايا من البكتيريا، وتحاون حتى معناها في البروسيسيس نتاع الكريزون، معناها تحاون على التعافي في صام القريب بصنع الكويرات البيضاء، معناها اللي هي الدور نتاعها سورتو دفاعي. مدير حتى عندها مفعول هذا حين نوصل السكر، معناها في الفليتا، معناها كيما العبيدة اللي عندها كيما نقولوا معناها ارضيه نتاع السكر، تتحكم في مستويات الانسولين في الدم وتنقص ريزيستونس الانسولين اللي هي اول بوادر مرض السكر. معناها الوقايه تقينا من اصابه مرض السكري، ولا اللي يبدا في البدايه صحيتك معناها اون بريفونسيون. بطبيعه مرضى السكر نجموا ياخذوه ما يخافوش منه، معناها خاطر معناها المؤشر الجلوكوزيني نتاعو باهي، ما فيش نسبه كبيره نتاع سكريات خاصه مقارنه بالقوارص الاخرين. وفي نفس الوقت كما قلنا فيه برشا الياف، والالياف هذه نعرفوا الدور نتاعها هي اللي هي نقص امتصاص السكريات وامتصاص الدهنيات اللي موجود ناكله. باركونتر ثم ايدي شائعه كنت تسمع بها سيغتينمون، ديما يقولوا الزنبيع وريجيم. وريجيم فوالا، دونك ديما يقولوا اللي يحب يضعف ينزل على الزنبيع. دونك وعلاش؟ على خاطر ديما معنا الدير هي فكره سائده، يقول لك الزنبيع يحرق الدهون وذا بشحم وما الى ذلك. هوني تصحيح على المعلومه فيها شويه صحيح شويه غلط. اول حاجه الزنبيع راهو اون لي ميم، معناها هو كثمره في حد ذاته ما يضعفش. إني با فولور دو غريس كيما متداول عند برشا عباد، لكن نجمو نقولوا أنه الإدماج نتاعو في نظام غذائي يعني متوازن وصحي نتاعهم ينجم يعاوننا على تنقيس الميزان. علاش؟ خاطر أولا كيما قلنا غني بالماء والألياف، دونك هذوما زوز عناصر يعاونونا باش نتحكموا في الشهية نتاعنا وتعطي إحساس بالشبع، ودونك هوني نجمو ننصحوا العباد تحب تعمل ريجيم. تشطر كعبة بامبلوموس يعني 20 حتى 30 دقيقة قبل الماكلة، دونك تعطي النفي كوفا طيارة على الاخر، اكسلون افي كوفا. وزيد تيار حتى المرارة الموجودة في الزنبيع راهو الدور نتاعها هي تنقص الشهية، معروفة المرارة تنقص الشهية. هذه حاجة. الحاجة الثانية ودير هذا ثابت علميا، انه الاستهلاك البامبلوموس قبل الماكلة ينقص من افراز هرمون الانسولين، ونعرفوا دور الانسولين اللي هو معناها كيما يحل الشهية. وثاني حاجة يعاون في تخزين الشحم، دونك معناها هذه حاجه قبل الماكله نص ساعه ولا ساعه هكاك 20 30 دقيقه قبل الماكله، هذه بور لي فيغيجين. بالطبيعه بالنسبه للعبيده اللي تحب تنقص في الشهيه نتاع الماكله نتاعها هي، بالنسبه للعبيده اللي تحب تاخذها اون ديسير ولا كولاسيون تنجم تاخذها حتى ساعتين ثلاثه سوايع بعد الماكله، ثم حتى مشكل. وما ننساوش اللي ما فيهاش برشا سكر كما قلت لك، منخفض السعرات مقارنه بالسكريات الاخرين، معناها تقريبا 100 جرام تعطينا كان 40 سعره حراريه مقارنة حتى بالبرتقال في حد ذاته، اللي هو معناها كي حكينا عليه الجمعه اللي فاتت، معناها تقريبا 100 جرام تعطينا 45 الى 50 سعره حراريه. باهي يعطيك الصحه دكتوره. حسب ما فهمت اليوم معناها الزنبيع معناها اقوى برشا من البرقدين من ناحيه القيمه الغذائيه نتاعو. القيمه الغذائيه نتاعو في حاجه زايده على البرتقال، اقل نسبه سكريات، في اكثر مضادات اكسده من البرتقال، لكن للاسف هنا نمشي نعطيك ان بوان كي تري امبورطون، راهو الزنبيع سي با بور تو الموند، ماهوش مسموح للعباد الكل. هي معلومه. شكون هم الناس اللي ما لازمهمش ياكلوا الزنبيع؟ مالوغوزمون فما عباد اللي يستهلكوا انواع معينه نتاع الدويات
نجم نقول راه زنداي واللي معها يتجنبوا واللي ممنوع عليهم خاطر نجم يعرضهم المخاطر. المخاطر هذه تراه ترجع المركبات الغذائية موجودة في الزنباع، لأن غانجستي هي مركب يتفاعل مع أنواع تاع أدوية. الأدوية هذه يعرفها برشا أطباء، هي في أغلبها أدوية مزنة دونك من بعض. أي دكتورة يعطيك صحة، المكالمة انقطعت معها. على كل المعلومة حصلت، شكرا لك دكتورة نيسا قاسم طبيبة مختصة في أمراض السكري والتغذية. تحدثنا اليوم على فكهة الزنباع، تنجموا وتعودوا تشوفوا صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الوطني التونسية. مرحبا بدالي بن غازي التحق بنا توا للجانب التقني. انتم خليكم معنا سبيع أخرى من سبيح تونسي، راجعين شوي.